دكتور عزة هاشم الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا، مساء النور. دكتور عزة، يعني المؤتمر ده ربما لم نكن نسمع عنه قبل كده، وربما أيضا يكون مركز الفكر للدراسات الاستراتيجية جديدا، لكن الموضوع اللي تم مناقشته موضوع شديد الأهمية ولا ينفصل عن الأمن القومي أيضا، حيث أنه طالما دخلنا بقى في فوضى تخليقية وربما مؤامرات بالفيروس، ما بقتش الحكاية عسكرية بس وما بقتش الشائعات بس، فده يعني يلقي بظلال شديدة الأهمية على هذا المؤتمر. إيه رأيك؟ هو الحقيقة المؤتمر يعني مهم موضوعا ومهم توقيتا، يعني هو جاي في وقت مهم جدا بنتكلم فيه، بنفتح بشفافية قضية مهمة جدا جدا، وهي قضية الضحى والإنسان بعد الجائحة. المركز بيحاول يعمل حوار مجتمعي جاد ومنفتح خالي من القيود حوالين القضية، طرح مختلف أوجه حول الإنسان، التطورات اللي حصلت بعد الجائحة، إزاي أثرت جائحة كورونا على قضية حول الإنسان مش بس في مصر، مصر والعالم. يعني حضرتك إحنا بنتكلم عن مؤتمر عالمي مش مؤتمر محلي، بيخاطب العالم كله بقضايا وأولويات مهمة، بيطلق مبادرات فيه، بنحاول ما نقتصرش على الاستجابة على اللي ما يطرح من أجندات خاصة بحقوق الإنسان، إحنا كمان بنطرح رؤينا ومبادراتنا في الموضوع. كان في أطراف يعني مناقشة في المؤتمر تعد أطراف دولية، ولا بس حياتك تقصدي الخطاب يعني؟ لا 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 طبعا، الأطراف دولية في تمثيل ممتاز جدا للسفارات، وفي تمثيل لوكالات الأنباء العالمية لا طبعا المؤتمر دولي تماما. يعني طب هو كان في فندم دكتور عزة، كان في توصية شديدة الأهمية وأنا توقفت عندها وأنا بقراها الحقيقة، وهي فكرة توسيع صلاحيات منظمة الصحة العالمية بطريقة تشبه مجلس الأمن المخول بحفظ السلم والأمن الدولي. يعني ريت تكلمينا أكتر عن التوصية دي وإيه المقصود بيها. المقصود بيها أن الصحة كمان قضية أمن عالمي، قضية أمنية عالمية. جائحة كورونا فرضت علينا أن احنا نتعامل مع القضايا المتعلقة بالصحة والقضايا المتعلقة بالحياة من منظور مختلف تماما. احنا اتحطينا قدام اختبار قاسي جدا جدا، فرض علينا أن احنا نغير وجهة نظرنا في التفكير في أولوياتنا، يعني حتى واحنا بنفكر في حقوق الإنسان. صحيح. أهم حق من حقوق الإنسان هو حقه في الحياة. صحيح. حقه إنه يعيش. إحنا على مدار سنين كنا دايما غافلين الحق ده، مركزين على حقوق تانية طبعا مهمة جدا، ولكن الحق في الحياة، حق الإنسان إن هو يعيش سليم، وإن هو يتلقى العلاج، وإن هو يتفادى الضرر البدني او الضرر على صحته، ده حق مهم جدا. ده اول الحقوق انه يعيش ويعيش كويس. طب يا فندم، انتوا تناولتوا ايضا بالحديث خلال المؤتمر صحه المراه، وتناولتوا حديث عن اطفال الشوارع ايضا، ريت تقولي لنا خلصتوا الى ايه ايضا في الموضوعين دول. انا عايز اقول لحضرتك، هو يعني هو المؤتمر اخد مختلف الفئات الأكثر تضرراً، أيضاً تضررت أكثر من تداعيات الجائحة، وكان النساء يعني الحقيقة الشريحة من الشرائح الأكثر تضرراً، خصوصاً قضية العنف ضد المرأة. يعني حضرتك إحنا بنتكلم مني يعني معدلات العنف ضد المرأة أثناء الجائحة وخصوصاً خلال 2020 وصلت لمستويات ومعدلات غير مسبوقة، للدرجة اللي خلتهم يسموها جائحة الظل. يعني إذا كانت كورونا جائحة للصحة، العنف ضد المرأة الأمم المتحدة وصفته بأنه هو جائحة الظل، أن هي جائحة فعلا اجتاحت المجتمعات كلها وبتحدث في الظل. إحنا ليه يا فندم بعد إذنك يا دكتور عزة، يعني ليه مش بنتبنى خطاب إعلامي حقيقي ولا للالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كافي وحقيقي وبسيط وقريب من الناس ومبدع، ولا في قضية تنظيم النسل مثلا اللي بتهددنا بشكل رهيب، ولا في موضوع العنف ضد المرأة مازال العقلية الشرقية والفكر الذكوري في محافظات بعينها، وإنه المرأة دي ملهاش قيمة وإن هي ممكن تهان، وإنه ولا في موضوع أطفال الشوارع عندنا خطاب إعلامي حقيقي. إحنا إيه الصمت العجيب اللي إحنا فيه دوت تجاه ما يجب أن يحدث مننا كإعلاميين؟ أنا بدين نفسي معاكم يعني.
معاهم لا، يعني. هو ما فيش صمت ولا حاجة، بالعكس يعني في حوار، كل الحاجات دي اتطرحت للحوار المجتمعي، وموضوع العنف ضد المرأة كان الحوار عنه تصاعد جدا جدا في 2020. بس انت بتتكلم على، انت ما بتتكلمش على ظاهرة عابرة، انت بتتكلم على موروثات وطابع ثقافي بالظبط وافكار متجذرة من سنين وعمر، عشان تغيرها مش هتتغير من يوم وليلة، ولن تكتفي بالخطاب الاعلامي. الخطاب الاعلامي رغم ان دوره مهم، لكن هو بيقع ضمن منظومة متكاملة داخل فيها كل الأطراف الفاعلة في المجتمع، صحيح داخل فيها التعليم، مؤسسات التنشئة الاجتماعية، داخل فيها المؤسسات الدينية، داخل فيها مراكز الفكر والجامعات، داخل فيها المؤسسات الإعلامية، داخل فيها المؤسسات، كل المؤسسات داخل اللي فيها فيها الثقافة طبعا. كمان، وتغيير المفهوم بمادة تلفزيونية، بمسرحية، بفيلم تسجيلي، بكتاب، بديوان شعر. هي منظومة متكاملة، الكل صحيح المفروض يتعاون فيها، كل يعني اعتقد ان كل واحد بيبذل جهد من ناحيته، بس احنا بنفتقر شوية للتكامل الجهود، ان احنا أي نتحرك في اطار ننسق مع استراتيجية. بعض. بشكرك جدا يا فندم دكتور عزة هاشم، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.